الله يكثر خيركم، انا ساهمت انتم والمحسنين، الله يجازيكم بخير. انا درت له هذا الرجل بعدا باش يوقف يمشي يخدم على وليداتو، وربي اللي غادي يجازيكم ويكرمكم في هذا العواش. الله يرحمكم الوالدين، لا انتم ولا اللي ساهم كامل، الله يجازيه بخير. السلام عليكم، انا سلوان مصطفى، جيت من فاس، في عمري 54 سنه. كنشكر المحسنين اللي عاونوني في هذا الرجل. السلام عليكم، انا مرت خو سلوان مصطفى اللي جا من مدينه فاس، اللي في عمره 54 سنه، عنده 3 د الوليدات، خدمته كيخدم نجار، والسبب ديال هذا تقطع الرجل ديالو ان صدم على مسمار وما دارش الوقايه، وتسبب له في المرض باش مرض السكر، وتقطعت له الرجل ديالو. وحنا قصدنا هذه الجمعيه، والله يكثر خيركم، انا ساهمتوا نتوما والمحسنين، الله يجازيكم بخير. انا درت له هذا الرجل بعدا باش يوقف يمشي يخدم على وليداتو، وربي اللي غادي يجازيكم ويكرمكم في هذا العواش، الله يرحمكم الوالدين، لا نتوما ولا اللي ساهم كامل، الله يجازيه بخير. انا تنشكر جمعيه المغرب للانقاذ على هذا الخير اللي دارت في هذا السيد، وراني هضرت بلاصتو لانه هو سيحشم، الله يجازيكم بخير وشكرا.